الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. جاء في سيرته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وسماحته أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يدعى إلى شيء من الخير إلا جاء. تأتي المرأة العجوز فتأخذ بيده، والرجل الكبير والطفل الصغير وغير ذلك. وكان عليه الصلاة والسلام يمشي مع الناس وهو هين لين بسيط في ذلك. مما يحكى في هذا أنه عليه الصلاة والسلام خرج مرة إلى السوق ومعه ثوب يريد أن يصلحه ومعه درهمين. فلما خرج إلى السوق وجد جارية صغيرة في طرف السوق وهي تبكي، فجاء إليها عليه الصلاة والسلام لأنه كان يتفقد، لا يمشي هكذا لا يدري بالناس، كان ينظر إلى الناس ويتفقد في وجوههم لأن الرحمة تدعوه إلى هذا. فوجد هذه البنت الصغيرة الجارية خادمة فجاء إليها، قال: ما يبكيك يا جارية؟ قالت: يا رسول الله، إن أهلي يعني أصحابها الذي يملكونها والذي تعمل عندهم بعثوني أشتري لهم شيئا، وإني قد أضعت الدراهم، معها درهمين، ضيعت الدرهمين. فقال لها صلى الله عليه وسلم: هذه درهمين، خذيها فاشتري ما طلبوا منك. وكان معه ثوب، فوجد مسكين ثيابه ممزقة فأعطاه الثوب، فدخل السوق يريد أن يصلح ثوبه وأن يشتري، فتصدق بالدراهم وتصدق بالثوب ورجع بغير شيء عليه الصلاة والسلام. فلما كان يريد أن يرجع إذا بتلك الجارية لا زالت حزينة. قال: ما يحزنك؟ قالت: يا رسول الله، إنني تأخرت، طلبوا مني ذلك من النهار وتأخرت، وإذا ذهبت يضربوني أو يعاتبوني. قال لها: أنا أذهب، أين منزلك؟ قالت: فإذا بالمنزل في طرف المدينة، ومعروف أن المدينة المنورة هي عبارة عن ديار، يعني مزارع متباعدة، كل قبيلة في منطقة. فذهب يمشي معها عليه الصلاة والسلام، وإنسان مشغول، أهل أحد أكثر شغلا من النبي عليه الصلاة والسلام، يدير البلد، يدير الدولة، وهو المعلم، وهو القاضي، وهو صاحب الزوجات، وهو الطبيب. فذهب معها يمشي حتى إذا جاء إلى البيت فقرع وقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سمع النساء في البيت صوت رسول الله، قالوا: هذا صوت النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا الجارية معه، فسكتوا. فكرر: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فسكتوا. قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قالوا: عليك السلام ورحمة الله وبركاته يا رسول الله. قال: لما لم تجيبوا من أول مرة؟ قالوا: يا رسول الله، عرفنا صوتك وعرفنا أنك تكرر السلام ثلاثا. كان سنته أنه يستأذن ويسلم ثلاث إذا رد أهل البيت وإلا ينصرف. قالوا: فأحببنا أن نزداد من سلامك ومن دعائك بركة يا رسول الله. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: إن هذه الجارية قد تأخرت، وإني جئت شفيعا لها. لا إله إلا الله، هذا شفيع الأمة كلها، جاء يشفع لهذه الجارية. عند من يشفع لها؟ عند نساء من نساء المدينة. فقالوا: يا رسول الله، أنت بنفسك جئت تشفع؟ والله إنها لحرة، خلاص أطلقناها بعد اليوم، هي حرة، فأعتقوها ببركة شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. وما أعظم هذا المشي في مصالح الناس. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كلمة عظيمة عظيمة عظيمة، ينبغي أن نضع حلقة في آذاننا، لأن الناس تظن أن التقرب إلى الله فقط بالصلاة وبالذكر وبسبحة وبسجادة، هذه كلها عبادات عظيمة مقربة إلى الله، لكن المعاملة المعاملة. يقول عليه الصلاة والسلام: لأن أمشي في حاجة أخي المسلم أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا 20. كيف الاعتكاف في مسجد رسول الله في رمضان؟ لو خير الإنسان يعتكف 10 أيام 20 يوم في الروضة الشريفة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة بألف صلاة ومع الجماعة العظيمة وفي رمضان، يقول: لو أروح أمشي أقضي حاجة واحد من المسلمين أحب إلي من الاعتكاف هذا كله. هكذا يربينا ويعلمنا، لازلنا نتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم،
هذه الآداب وموازين المعاملة مع رب الأرباب سبحانه وتعالى في علاه. فصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلاة وسلاما لا تنتهي أبد الآباد. اللهم أعد علينا من بركة صلاتك على نبيك قبولا ورحمة وصلاحا لحالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وعلى خطاك يا نبينا نسير قصص بها سير الحبيب بذكرها القلب يطيب بها عطات وعبر جاء بها خير البشر جاء إليه.